hold tight. Aslama, أنا محمد سوداني aka PESKO. بديت الجرافيتي من 2013. بعد الجرافيتي وليت نعرف التيبو جرافيتي. دونك توا نتسمى ان تيبوغراف ولا جينيرالمون نتسمى ستريت ارتست مش غرافور. دونك بديت جرافيتي 2013 لين وصلنا توا في 2019. دونك نعمل في التيبوغرافي. الانسبيراسيون تجيني من حاجات عشتهم، حاجات جربتهم، حاجات نحس بيهم نعيشهم كل نهار. هذوما هما اللي يكونوا لي القدحه نتاع اني باش نبدا نفكر في خدمه جديده ولا في ايدي ولا في ميساج ولا كوت ولا اي حاجه نحطها في الحيط. دونك هذاك الانسبيراسيون تجيني من حياتي ومن الحاجات اللي نعيشهم ومن العباد اللي نشوفهم وكهو. بون ما نسميهاش ميسيون خاطر انا نعمل في التيبوغرافي خاطر انا نحب نعمل التيبوغرافي. دونك نعمل في الحاجه اللي نحب نعملها ونعملها بحب. انا كي نخدم في حيط ونحط التوش نتاعي في حيط سيكو انا موجود في البلاصه هذيك وانا خدمت في البلاصه هذيك، عطيتها وقتي، عطيتها افكاري، عطيتها الحاجات اللي حسيت بيهم وقتها والحاجات اللي قاعد نحس بيهم. دونك نتصور الميسيون نتاعي هي اني نحط التوش نتاعي والليزيدي نتاعي في كل بلاصه نخدم فيها ولا في كل بلاصه نمشي لها. خاطر كيما فما برشا عباد انسبيريوني دونك انا زاد نحب نكون سورس انسبيراسيون. يعني كيف انا نحط خدمه على حيط لازمها تكون سورس لاي عبد اخر كيف يشوفها باش يتفكر حاجه باش يقول هذيك علاش هذيك كيفاش الكولوريت هذوم كحسيت حاجة كيف غزرت لهم زعما هو فاش يعمل علاش ما نعملش هكا. دونك كيف نحط التوش متاعي في الحيط نحب نحط التوش متاعي في العباد زادة خاطر الحيط هذاك انترميدير بيني أنا وبين العباد. بون مش وقتي كله للستريتار خاطرني أنا اتيديون أقرأ في البوزار. دونك عندي بارتي من حياتي قراية وبارتي من حياتي ستريتار. أول خدمة خدمتها كانت في الحومة بالطبيعة حيط صغرون خدمته في أول 2013. وقتها كنت فرحان به برشا ولتو فرحان به برشا خاطر هذيك كانت لي أول خطوة في الحاجات اللي أنا قاعد نعمل فيها تو. وديما كي نرجع ونشوف ونفرح خاطر نشوف روحي كيفاش كنت نخدم ونشوفه هو كيفاش هذاك الحيط ونشوف روحي تو كيفاش نعمل نحس بهذاك الايفولوسيون وهذاك البروغريس اللي صار وفخور بها على الاخر. اول حيط خدمته قداش من خدمه عندك وقداش من حيط؟ بون برشا خدم برشا حيوط ما نتفكرهمش كل ما نجمش نعدهم كل خاطرهم برشا. بون من 2013 لتو ما هو في عام برك ما تنجمش تعد قداش من خدمه خدمتها. واصلا معناتها ما تخدمش وتعد خاطر تخدم خاطر كنت تحب تخدم وتحطها وكهو معناتها نعرفش قداش من حيط ولا قداش من خدمه. الخدمة ما تبدأ كان بهذيك القدحة اللي هي حاجة تعاشت حاجة حسيتها تجيك الانسبيراسيون تفكر انت شوية تاخو ورقة وستيلو تعمل كروكي على روحك تلوز على حيط كهو تاخو شوية دهن تاخو ماتريالك و تاك تاك تخدم على روحك معناتها ماشي بروسيس كبيرة برشا ولا حاجة ياسر صعيبة ولا طويلة على الاخر جيست فكرة سكتش حيط وبعد تصويرها مزيانة معناها كهو. باه انا اول حاجة قبل كنت ياسر حشام كنت نخاف برشا من العباد نخاف من نجرب حاجة جدد نوهق ما نصدمش ما نخاف من نعيش اي تجربة كانت. بعد كيف بديت نعمل في الجرافيتي بديت نتعرف على العباد عاونتني نصحتني هزتني معها ليفينمونات وراتني برشا حاجات في ليزيفينمون زادا نتعرف على برشا عباد نحكي مع بعضنا ثم بارتاج ثم حاجات تعاشوا نحكي ولا حاجات عشناهم قبل نعيشوا مع بعضنا اللحظة هذيك ونعيشوا مع بعضنا اللحظات اللي صاروا قبل وبريسك ثم نفرتجيه في كل شيء. خاطر كي نمشيو ليفينمون ايفينمون مش انك
توري خدمتك وتروح ولا توري انت فيش تعمل وتحط اسمك وتروح. الايفينمون هو انك تعرف عباد، تقابل عباد، تبارتاجي معهم برشا حاجات، تتعلم منهم برشا حاجات وكهو. دونك ما نصورش اذا كان ما عملتش ما اخترتش اني نعمل جرافيتي وما شفتش العباد هذومك وما مشيتش للايفينمون، ما نصورش اني باش نكون كيما هكا تو. معناتها حاجه ياسر زادتني في حياتي وفي شخصيتي وفي كيفاش نفكر. معناتها هما اللي حطوني نحل عيني على حاجات ونكتشف حاجات. دونك نتصور انه الستريت ارت بصفه عامه باش يكون عنده افي كبير على اي عبد يدخل فيه ولا يحاول انه يكتشفه. خاطر اذا كان انت باش تكتشفه لفي انك حليت الباب هذاك راك باش تلقى روحك في وسطه. حاجه صعيبه ما تنجمش توصف حاجه كيما هكا في كلمتين، اما نجم نقول عليها بارتاج. خاطر بريس كلنا نعرفوا بعضنا، كلنا نحكي مع بعضنا، كلنا نفرتجوا مع بعضنا حاجات، نصلحوا لبعضنا، نعاونوا بعضنا. دونك اول حاجه هي البارتاج. ثاني حاجه نطورها تكون انسبيراسيون مثلا، والا لا نسميوها يونيتي. خاطر نصور احنا كل نسميو حتى اذا كان بعدنا، حتى اذا كان قعدنا بيريود ما شفناش بعضنا، في الاخر احنا حاجه برك، احنا نمثلوا حاجه برك. دونك احنا يونيتي. نصور هذوما هما كلمتين هذوما كهم. نتصور اول حاجه هي نظره العباد وكيفاش ما يتقبلوش الحاجه الجديده اللي كيما هكا. دونك كلنا في اول بداياتنا عرضنا برشا عباد ما شجعتناش بكل، ما عطتناش الكلمه الباهيه، ما قاتلناش صحيته، ما عرضنا عباد وياخذ علينا فكره انه احنا درافي اش نعملوا ونفزوا في الحيوط، وياخذ علينا فكره انه احنا مش فاهمين الدنيا، عندهم هما الدنيا انك انت تقرا وتخدم وتعمل دار وهذاك كل. دونك اول حاجه واجهناها هي العباد. بون بالطبيعة من بعد تبدلت الفكرة نتاعهم، خاطر احنا كيف خدمنا مرة واثنين وثلاثة وألف وعملنا ايفينمون واثنين وثلاثة، العباد ولات تغزر الحاجة هذيك وتفكر فيها أول حاجة، بل ما كانش تغزر لها بكل، بعد ولات تغزر لها، تركز معاها، تحاول تفهمها شني، بعد العباد ولات تقبل الحاجة هذيك، ما كانش قابلتها ولات تقبلها، ما كانش تركز معها ولات تركز معها، ما كانوش يشجعونا، توا برشا عباد تشجعنا. وبرشا عباد تحب انها تشوف الحيوط مزينه وتشوف ديزيفينمون متاع هيب هوب ومتاع جرافيتي ومتاع ستريتار. هذيك حاجه تبدلت بالوقت وتبدلت برشا خدمه. سينو الحاجه الاخرى اللي عرضتنا كل هي الامكانيات نتاعنا وكيفاش باش نلقاو حيط مزيان نخدموا عليه والاوتوريزاسيون متاع الحيط. سينو تتسمى تخدم في حاجه كيما نقولوا عليها احنا فونداليزم. دونك لازمنا نشوفوا حيط ناخذوا الاوتوريزاسيون، لازمنا نشوفوا ماتيريال، خاطر كلنا بدينا متاع عباد تقرا ولا عباد معناتها ما عندهاش الامكانيات اللي تخليها تصرف بزيد على الحاجه هذيك على الجرافيتي وباش تخدم حيوط كبار ولا حاجه. دونك الامكانيات هي كانت لنا حاجه ياسر قويه واقفه قدامنا. من بعد كيف كيف تنحات الحاجه هذيك وكاو. هذوما اكثر حاجتين يعرضوا كل جرافير ولا كل ستريت ارتست. الجينيراسيون الجديده اللي طالعه حاله عينيها على برشا حاجات احنا ما كانش عندنا قبل. حاله عينيها في وسط عباد تعرف هي فيش تعمل، تحب الحاجات هذيك، في وسط عباد تعاونها تقولها الكلمه الباهيه، تشجعها، في وسط عباد فاهمه معناتها الحاجه هذيك شنيا، فاهمه الجرافيتي، فاهمه الستار بصفه عامه. دونك هما افونتاج علينا برشا، احنا كيف حلينا عينينا على الحاجه هذيك اذا كل ما كانش تم. دونك هما مسهلت لهم الحكايه قدامهم ونتصور من الحاجه هذيك ينجم يقدموا اكثر كما احنا قدمنا قبل. قدمنا خطوه صغيره ولا ما نعرفش معناتها عملنا نجموا نعملوه وهما تو باش يكملوا علينا احنا. بون كي نحكي هكا مانيش انا بيني وبينهم 50 سنه ولا ما نعرفش قداش، اما كيف تحكي انت في تونس في الشوارع نتاع تونس
راهو كل عام تلقى عبيد جدد، كل عام تلقى برشا حاجة جدد صارت، دي دانسور، دي غرافور، دي سيت ارتيست. دونك الموفمون توا كبرت، ولاو برشا عبيد تخدم في الحاجة هذيك، وبرشا عبيد تعاون في بعضها. نتصور انه باش تكون حاجة ياسر مزيانة، خاطر مش كيما يكونوا مثلا 10 يحبوا يخدموا حاجات كيما هكا، ويظهروا الجرافيتي ويظهروا الستريتار ويزينوا الشوارع في تونس، مش كيما يكونوا 100، مش كيما يكونوا 500. جينيراسيون جديدة نتصورها هي اللي باش تكمل تقدم بالستريتار قدام، باش تحط ايماج مزيانة للستريتار في 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 قدام العباد الكل وفي عينين العباد الكل، باش تكمل تحبب برشا عباد بالجرافيتي وكهو.